أنا جمعتكم النهاردة علشان نتكلم في تفاصيل العملية الجديدة. العملية دي هنسافر عشان نعملها في مصر. مصر؟ بس أنا مش عارف مصر. مصر بوب، مصر. أنا مش فاهم ليه أنت مصر إننا نروب بانك في مصر. ما احنا كنا بنسرق بنوك شيكاغو وكنا مستورين والحمد لله، والأشياء كانت ميتال. شيكاغو مستورين يا ابني؟ انا ما كنتش بعرف اخرج من بيتي في شيكاغو من 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 تحرس. تحرس كان فظيع، لكن مصر امن، امان. تحرس في مصر له مواسم، اعياد، مواعيد. لا يمكن حد يقرب منك في مصر غير في مواعيد التحرس الرسميه. انت ممكن تتكلم عربي مكسر زينا عادي؟ انا في امريكا ومش هنعرف نتكلم انجليزي. ممكن يكسر بو؟ يس كسر كسر، جو فور ات اميجو كسر. اه طب بالصلاه على النبي بتاعنا يا جدعان كده، يعني بصراحه انا مش عارف يعني ليه العمليه في مصر. ايه ده مش مكسر، ده احنا اللي شكلنا زباله كده. طب شوف، مصر هي بدايه حقيقيه لاي حد. يعني مثلا كاظم الساهر لو ما كانش راح مصر كان هيتعرف؟ ما تعرفش غير لما راح وعمل حفلات ليالي التلفزيون. مصر يا جماعة، مصر 7000 سنة ليالي التلفزيون. احنا هنسرق بنك في مصر وبعدين هنسوق لغاية مطار. احنا بقى هنتكلم في ايه دلوقت؟ نتكلم في سرقة البنك. غلط، محتاجين نتكلم في سواقة بوب. سواقة بوب. نتكلم في السواقة واحنا رايحين نسرق بنك في مصر؟ احنا لازم نتكلم في التفاصيل. مش مهم بابا انك اول مرة تسرق بنك في مصر، المشكلة انك اول مرة تسوق في مصر، دي كارثة. السواقة اخطر من روبن البنك؟ السواقة في مصر اخطر من اي حاجة. nothing like سواقة في مصر. سواء في مصر اخطر من تجارة مخدرات، اخطر من تجارة اعداء، اخطر من تجارة الزقازيق. ديوس ميو، تجارة الزقازيق وصلت مصر؟ مصر بوب، مصر 7000 سنة زقازيق. طب حلو، احنا ممكن نصنع زقازيق ونبيعها في مصر. يا ابني تصنع ايه وتبيعنا؟ رايحين نسرق، رايحين نعمل حاجات غلط. نسرق انت هو الحلال افضل، بس هتنتظر. I can't wait boss. لو لقينا ناس هناك هنتصرف ازاي؟ لا الشعب المصري ده الشعب اللذيذ كريم مضياف. دول بيتجمعوا في الشارع لما يلاقوا قنبله يعملوا حفله. ما بالك لو شافوا عصابه باشكالنا دي هيشيلونا من على الارض سين، مش بعيد يعزمونا على غدا. اوه ايجيبشن فود، اي لاف ات. فلافل. حلو، احنا ممكن نصنع فلافل ونبيع جوه مصر. يا ابني فلافل تسم، انتوا همكم على بطنكم؟ لو مركز ناس في العملية دي هنفضل هناك ناكل فلافل ونتفرج على مستر هاشم غفور البوراي والهبل ده فوريفر. احنا هنسوق من دقي لغاية مطار القاهرة، يعني هناخد القاهرة كلها بالعرض. عارف يعني ايه تاخد 7000 سنة حضارة بالعرض؟ اوتش ذس باد بوب. خد ال 20 جنيه دي. كمان مان لسه ما عملتش حاجة يعني بوب. انا زي اخوك، امسك 20 جنيه دي. مسكتها كويس؟ كرمسها. كرمسها؟ كرمسها just like that. ليه بوب؟ علشان احنا في مصر هنقف صف تاني. كان نفسي اركن صف تاني في اي حته مره في حياتي، وطبعا في امين شرطه وانت فاهم كرمسها. احنا هنطلع ناخد دعيل من البحر الاعظم، دي معناه ان احنا عندنا فرصه واحد بس علشان ما نفوتش طلعه بحر اعظم بتاع دائري. عارفين لو فوتنا طلعه بحر اعظم من دائري هنلاقي نفسنا فين؟ فين بوس فين؟ في البحر الاعظم نفسه. أوه. هنتبلع، مش هنطلع من الجيزه فور ايفر. يا نهار جيزه، احنا لازم نركز. انت اللي هتسوق بوب، عشان كده لازم اسالك شويه اسئله. لو انت ماشي وعايز تدخل يمين في مصر هتحرك دريكسيون فين؟ اليمين فور شور. غلط بوب، غلط. تحرك
دريكسيون ناحية شمال خالص، بعدين تخص يمين كده، عشان لو فضلت يمين عشان تخص يمين بالطريقة دي هتفضل في الطابور مؤدبين وكله يكسر عليك. عايز تعيش طول حياتك في طابور مؤدبين بوب؟ نو باص نو، انا اصلا ما احب اكسر يمين قهوة شمال. برافو. دلوقتي لما تكون ماسي في حارة بتاعك يمين مثلا وعايز تنقل الحارة يمين اكتر، تدي اسارة ايه؟ الشمال طبعا. غبي انت حافظ مش فاهم، ما تديش اسارة اصلا، ارمي بوزك خدس على طول، خليك راجل، ما فيش اسارة في مصر. خالتي ام خوسيه رحمة الله عليها كانت دايما تقول لي مصر دي 7000 سنة اسارة، لازم في مصر تبقى زيك زي مطب، تبقى صادم، تبقى مفاجئ، تبقى قوي، تبقى كتوم. بالي اميجو، كتوم، كتومنتو. احنا معتمدين عليك بوب عشان سواقة في مصر. العملية دي لو نجح احنا هنرجع من مصر ومعانا فلوس نصرف فيها 7000 سنة أقل حاجة. مجنيفيكو. دي كانت غلطة مش مقصودة بص، كان في مايكروباص ماشي قدامي اداني إشارة صوتية، أنا اديته نفس الكراكس باك. ما هي دي الستيمة قبيحة يا غبي. How do I know؟ بيشتموا بعض بالكراكس في مصر؟ قطع علينا طريق ونزلنا وفضل يضرب فينا لغاية ما اضطرينا احنا نطلب بوليس. دم But look at the bright side بسيطو، الشعب المصري فعلا كريم ومضياف، جابولنا فلافل. كل فلافل بوب، كل هتاكل فيها كتير قوي. At least 7000 سنة فلافل. عملت شغل حلو قوي في مصر، النودلز اللي بالفلافل كسرت الدنيا.